لان اللي يعطينا بالسيفا نتاعك شي سيرا كان فاشين جو بربي احنا ما درناش وقت تحكي رئيس مكتب السياسي عبد الرزاق الدولي رئيس مكتب السياسي الحراك 25 جوي يا استاذ كان تحكينا اليوم موضوع ندوه صحفيه يعني علاش عقدته بالنسبه للندوه اليوم على الاقل عقدناها لانها جات في اطار نتاع مثلا نتاع المحاكمات هذه نتاع كذلك المحاسبه وجاء زاد كذلك في اطار ما شفناه من احداث اللي هي كانت على الاقل موجوده سواء على مستوى احتجاجات من طرف الاتحاد على مستوى كذلك احتجاجات من طرف ناس طالب باطلاق سراح من مستهم هالمحاكمات هذه وهالايقافات هذه واحنا على كل حال قلنا انه اليوم احنا لابد انه معناتها نرجع بالذاكرة شوية نرجع لمنظومة العشرية السابقة ونشوف ترى هل كانت فيها طهورية هل كانت بالحق معناتها فترة ملائكية ما فيهاش معناتها مس بالحقوق ما فيهاش مس بالحريات ما فيهاش ناس ظلمت لكن لقينا أنه عديد الناس طالها هالظلمة ذي وعديد معناتها التجاوزات اللي شفناها في العشرية القديمة ولقينا كونه إمام عاشور لقينا معناتها الهجيلي لقينا الدبوسي لقينا برشا ناس اللي هما بالحق معناتها ظلموا ولكن لقينا وقتها كي قررنا ما لقيناش لا اتحاد ولا جمعيات ولا منظمات حقوقية وبكلها حكايات وبكلها ربما ندت وبكلها عملت احتجاجات وبكلها عملت ربما هالشيء هذا الكل اللي نشوف فيه اليوم كي رجعنا نشوف في التفسير وعلاش هذا الكل ما صارش لقينا كونه منظومة كاملة كانت في تشابك مترابط ومصالح كانت تجمعها الناس كل وكانت الكل في سلة واحدة وكانوا الكل يخدموا بعضهم وبالتالي ما كانش يساعدهم أصلا أنهم ينقضوا بعضهم وما كانش يساعدهم أصلا أنهم يندوا بتلك التجاوزات وهذا علاش احنا اليوم عملناها باش نقولوا ما اشبه البارحه باليوم. اليوم زاد المعارضه تدعمكم بالاستفاف يعني حسب ما هما وراء الدكتاتوريه قيس سعيد وتم ايقاف جميع رموز المعارضه وغلاء معيشه يعني زاد فما تضخم ازمه اقتصاديه واجتماعيه وانتم تساندوا يعني في نظام رئاسي سلطوي حسب ما هما شنو يردكم يعني انتوما وشنو يعني انتوما يعني الفيزيون بتاعكم في الفتره القادمه يعني خاصه ترشحتوا للبرلمان القادم شوف احنا على كل حال ما نجموش نقارنوا 10 سنوات او 11 سنه من الحكم وما انجزوا فيه من انجازات لصالح الشعب ولا لصالح الدوله وبين سنه ونصف اللي هي معناتها ما تجيش حتى العشر نتاع المده اللي عداوهم يحاسبوا رواحهم قبل ما يحاسبوا قيس سعيد يحاسبوا رواحهم انهم بالحق البيلون تاعهم والحصيله تاعهم كانت معناتها عنوانها الفشل اليوم احنا في مسار جديد اليوم في تاسيس لجمهوريه جديده هذا التاسيس يقتضي بالضروره انه نمشيوا في الاصلاح نمشيوا في التحرير الوطني سميناه ونمشيوا في استقلال جديد لتونس وطبعا احنا هالكلام هذا اللي يقال على قيس سعيد كونه استبدادي وكونه سلطوي وكونه ديكتاتوري الحقيقه يلزم اراجع رواحهم ومردود عليه الكلام هذا لانه كي نشوفوا الاحتجاجات يوميا في الشارع كي نشوفوا الاعلام يوميا والمنابر اللي هي فيها الراي والراي الاخر كي نشوفوا الناس كل هذه تتكلم وكي نشوفوا حتى واحد ما منع وكذا ما نجموش نجموا نقولوا انه فما استبداد هذاك علاش نقول لهم راهو مش موجود وراهي الدكتاتورية تعال شكرا.